أول سيارة إي في من الصانع الكوري هينداي أيونيك 5 في موديلها الأخير 24. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. ضغطتنا اليوم نتكلم فيها عن سيارة مميزة، سيارة كهربائية بالكامل من الصانع الكوري هينداي أيونيك 5. مثل ما نلاحظ تصميم السيارة الخارجي تصميم كروس اوفر، تصميم جميل وجذاب، حتى ألوان السيارة ألوان ملفتة للنظر. عندنا اللون المطفي بالكامل على اللون السيلفر، فمعطي السيارة طابع جميل. طبعا اختلاف بشكل واضح في الألوان. هنا الواجهة الأمامية للسيارة، نأخذ منها حساسات أمامية، إضاءات فل LED بالنسبة للعالي والواطي، شعار هينداي على غطاء المحرك. مثل ما نلاحظ عندنا الجزء السفلي، طبعا السيارة ما فيها فتحات للتهوية لأنه بكل بساطة طبعا محرك كهربائي أو بطاريات. مثل ما نلاحظ الجزء السفلي ما شاء الله مقاس الجنط على السيارة مقاس ملفت للنظر، 21 إنش على السيارة بهذا الحجم. نتكلم أول معذرة 20 إنش على 45 على 255 ميشلان. تكلمنا عن كل شيء ونسينا نتكلم عن السعر. طبعا نتكلم عن 228 ألف ريال، تكلمنا بجذر الكسور وهذه باقي مواصفاته. إشارات بالمرايات، مقابض طبعا تظهر وتختفي حسب الحاجة عندنا بهذه الطريقة، خاصية الدخول الذكي والمتعارف عليه بالبصمة. عندنا هذه هي بالخلف، نلاحظ الاختلاف واضح ما بين الجزء السفلي وهيكل السيارة، واضح انها سيارة كهربائية. هنا الجزء الخلفي، حساسات خلفية، وهنا عندنا كمان كاميرا خلفية ايونيك 5. جناح خلفي مع زعنف موجودة بالخلف. السيارة لا ننسى عليها سقف بانوراما بالكامل. هنا بطاقة استهلاك منقول الوقود، سيارة كهربائية طبعا بكل بساطة. وهذه السيارة بالتصميم الخارجي بالكامل. لاحظ أنظمة الاستشعار اللي موجودة في الواجهة الأمامية. خلونا نتكلم عن قلب النابض، محرك السيارة، محرك أيونيك 5 2024. طبعا طريقة فتح غطاء المحرك بسيارات هينداي بشكل عام بالطريقة التقليدية، نسحب هذا الجزء وتفتح غطاء المحرك. طبعا ما راح نتكلم عن عدد السلندرات وهذه لأنه محرك كهربائي بطاريات. فما شاء الله نتكلم عن السيارة تتوفر بنظامين دفع خلفي ورباعي. بالنسبة لنظام الدفع الخلفي الأحصنة فيها بكل بساطة 218 حصان والعزم طبعا. أما الدفع الرباعي فبنتكلم بالتحديد عن 305 نيوتن متر، هذه أنظمة الدفع فيها. طبعا بشكل عام إذا جينا للمحرك فبنلاحظ ما شاء الله هذه السوائل طبعا متغطي بالكامل بهذا الجزء، وارفع بهذه الطريقة تلقى مساحة تخزين. وهذه البطارية بهذا الجزء، بطاقة استهلاك السيارة طبعا بشكل عام. نلاحظ طبعا مدى الوصول فيها تقريبا حول 460 كيلو، فما شاء الله وصول جميل. أما مدى الشحن فنتكلم عن الشحن العادي من 6 إلى 8 ساعات بالشحن العادي، أما بالشحن السريع فنتكلم من نص ساعة إلى ساعة مدى الشحن في سيارة أيونيك 5 2024. نتكلم عن تجهيزاتها الداخلية والتصميم الداخلي بشكل سريع. كالعادة يا سادة نبدأ بالمقصورة الداخلية بالجزء الخلفي. السيارة فيها وسع واضح، فيها رحابة السيارة، جلد حق مخمل، عندنا تكاية بالوسط مثبت لمرتبة الأطفال أو الأيزوفيكس، عندنا تحكم بالمرتبة بشكل كامل. ونلاحظ المساحة الخلفية فيها، مثل الرأس متحرك، فتحات منفذ USB بالأسفل، مساحات تخزين، نوافذ كلها كهربائية، مقابض داخلية طبعا الداخلية بالجلد جلد أوف وايت اللون، ستارة خلفية أكيد موجود عليها، إرباقات بالمراتب، كل هذه التفاصيل أكيد موجود على السيارة. ما ودي نتعبكم بلغة الأرقام بشكل كبير، لكن بنذكر الأهم أكيد. هنا عندنا فتحة التكييف جاية بهذا الجزء،
مثل ما هو واضح استغلال بشكل كامل للمساحات، مساحات التخزين أو التجهيزات والمواصفات كلها ما شاء الله واضحة على السيارة. عندنا بهذا الجزء ما شاء الله مساحة فيها رحابة، لأن السيارة أكيد السيارات الكهربائية بشكل عام بهذا التصاميم فبشكل طبيعي. هنا الدرج، هنا الكونسول الوسطي، هنا ناقل الحركة. مثل ما نلاحظ البي بإمكانك تغيرها بهذه الزاوية. عندنا منفذ الشحن، عندنا حاملة أكواب، التحكم بالتكييف بالإضافة أو الميديا، وهنا الحساسات والكاميرا. ضغط على سلك السماعات. المهم وهذه التصاميم بشكل عام. هنا عندنا إرباقات، أنظمة السيارة كسلامة فيها كل شيء، منع انزلاق، منع انحدار، نزول من الانحدارات، كل هذه الأنظمة موجودة عليها، التسارع بشكل أفضل. بشكل عام تكلمنا عن أهم المواصفات وأهم التجهيزات اللي موجودة على الأيونيك 5 في موديل الأخير 24. هنا النوافذ كلها كهربائية، التحكم بالمرايات الجانبية، القفل المركزي. هنا المراتب مثل ما نلاحظ. عندنا هنا بريك إلكتروني، تراكشن، فتح الشنطة الخلفية والإضاءات كلها موجودة بهذه الزاوية. عندنا هنا الدركسون، طبعا التحكم فيه يدوي الطريقة التقليدية. عندنا هنا جيروفون خلف الدركسون، البوري هنا. عندنا هنا مثل ما نلاحظ البريك، تشغيل السيارة بالبصمة. عندنا بالجزء السفلي منفذ USB و12 فولت كله موجود بهذه الزاوية. الدركسون مكسو بالجلد، شمسات فيها مرايات وفيها إنارة لكن بدون بيت للنظارة. شاحن لاسلكي طبعا مثل ما نلاحظ. هنا مساحة تخزين وكل هذه المواصفات. هنا عندنا شاشات تدعم جميع الخصائص والأنظمة، معروفة شاشات هينداي ما شاء الله فيها كل خصائص كل الأنظمة. نظام اللي هو اللي تشوف استهلاك الكهرباء، تشوف فيها اللي هو اتصال بالمنافذ اللي هي USB بالإضافة لي، كل هذه الأنظمة موجودة عليها بالإضافة لأبل كار أندرويد أوتو، كل هذه الخصائص موجودة والبلوتوث. فهذه سيارات هينداي بشكل عام. طبعا لاحظ الإرباقات موجودة بالجزء الخلفي فيها. بالنهاية السيارة طبعا تيجي بعدة فئات. عندنا هذه الفئة، فئة النصف فل، وفي اللي هي أعلى من هذه الفئة بالمزايا والتجهيزات، وفي الفئة اللي هي أقل من هذه أكيد من ناحية السعر ومن ناحية مدى الوصول، وهذه كلها تختلف معك بشكل كامل. لكن بشكل عام طبعا الفئة اللي هي أقل من هذه نتكلم عن عدد الأحصنة فيها 170، وأما اللي هو بالدفع الأمامي. أما الدفع الرباعي فبنتكلم بالتحديد عن 234 في الفئة اللي هي أقل من هذه، دفع أمامي ودفع رباعي. أما الفئة هذه فتجي منها دفع خلفي أو دفع رباعي، والفئة اللي هي أعلى من هذه بنفس هذه المواصفات. طبعا فئة الستاندر، وعندنا فئة الكومفورت، وفئة الالتيميت، كل هذه الفئات موجودة على هينداي أيونيك 5. تختلف معك عدد المحركات أو نظام الدفع فيها خلفي أو أمامي أو رباعي، كل هذه موجودة عليها. فحبينا نختصرها لكم بشكل سريع لأن أول تصوير لي لهذه السيارة بالتحديد، لأول سيارة كهربائية من العلامة الكورية هينداي، حبيت أختصرها لكم بشكل سريع. أتمنى التغطية نالت إعجابكم. مثل ما ذكرنا في البداية راح نقوله في النهاية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وانستغرام والفيسبوك، الروابط بخانة الوصف. طبعا سعر اللي اليوم عرضنا لكم اياه 228، سعر اللي هو نسخة الكومفورت او فئة النصف فل. وبكذا في امان الله.